خدها وراح فين ابن المجنونه ده؟ هو ما يعرفش دي تبقى مرات مين؟ ده جوزها ممكن يقفل لنا الاوتيل. ده عضو الكونجرس الامريكي. ومراته؟ مراته السؤاليه يا محسن باشا. كمان الله يخرب بيتك يا ابراهيم. يعني ما لقيتوش الا ده تنزلوها الميه معاه؟ ما هو ما فيش غيره في الاوتيل اللي بيتكلم عبري كويس، وغير كده هي اللي شبطت فيه. وصل بسلامته. بس مش دي الست اللي نزلت معايا محسن باشا؟ التانية كانت لابسة مايو أصفر. انت كنت فين يا حيوان كل ده؟ يعني هكون فين يا ريس؟ تحت المية. تحت المية خمس ساعات يا ابراهيم. دي بنت حلال مصفي. ده كتب لها عمر جديد والمصحف. اصلا فيصت مني تحت المية وقعدت اعمل لها تنفس صناعي. الروح ردت فيها في اخر ثانية. كنت بتعملوا ايه ده كله يا ابراهيم؟ كنت بوريها الشعب يا ريس. اصل المدام غاوية قراميط، كل ما تشوف قرموط بيلعب تحت المية تتهبل. الزهر ما عندهمش قراميط في بلدهم يا باشا. البحر الاحمر ما فيهوش قراميط يا ابراهيم. يا راجل امال اللي احنا شفناه ده ايه؟ الست اللي كانت نازله معاك كانت لابسه مايو اصفر وهي نازله المايه. المايو اللي كانت لابسه راح فين يا ابراهيم؟ يا نهار اسود ومنيل يا ريس، ايه التهمه الحقيره دي؟ انا اسرق مايو على اخر الزمن؟ انا مدي ايدي على حاجه مش بتاعتي؟ ليه؟ انت فاهمني كويس يا صايع انت. الست دي غيرت المايو فين وازاي وليه وامتى؟ يا باشا ما الست طالعه قدامك هي لابسه المايو اخر احترام وجوزها استلمها، انت مزعل نفسك ليه؟ ما تكبرش الموضوع. المايو كان لون اصفر يا ابراهيم. كان ازرق يا باشا. لا اصفر. لا كان ازرق. اصفر يا ابراهيم. الله يخرب بيت ده مايو، ما يمكن لونه اتغير تحت الميه، اصل في مايوهات كده لونها بتتغير تحت الميه.